مدنية. والتهية العمرانية السيدة رئيسة المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر العاصمة، سيد رئيس بلدية دار البيضاء، سادة المدراء العامون أو ممثلي المدراء العامون لمتعامل موبيليس وأريد للهاتف النقال، سادة إطارات الحماية المدنية بمختلف مسؤولياتهم ورتبهم، ولا أنسى هنا السادة المديرين وضباط سامون المتقاعدون، أسرة الإعلام، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة الإطارات، الضباط السامون، الضباط المرؤوسون، ضباط الصف والأعوان، وجل مستخدمي قطاع الحماية المدنية، أتشرف بحضوركم اليوم ومعربا لكم عن ترحابي بكم وعن خالص شكري على تلبية الدعوة لمشاركتنا مراسيم الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية المصادف للفاتح من مارس من كل سنة، والذي تحييه الجزائر كبقية الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية هذه السنة تحت شعار دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر. واعتبارا بأن حماية الأرواح البشرية والمحافظة على الممتلكات والبيئة تعد من المهام الأساسية التي يطلع بها قطاع الحماية المدنية عن طريق تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية لمواجهة الأخطار والكوارث المهددة لحياة المواطنين وممتلكاتهم. إن المسؤولية في حماية الساكنة من الأخطار هي مسؤولية تطلع بها الحماية المدنية بالدرجة الأولى بإنقاذ وإسعاف الأشخاص وإيوائهم بالتنسيق مع مختلف المصالح الأخرى. ومن أجل التكفل الجيد والأمثل بالجانب الوقائي والعمليات لمواجهة الأخطار والكوارث، تبنت الحماية المدنية ضمن استراتيجيتها المنتهجة الاستعانة بالبحث العلمي والتكنولوجي المبتكر لوسائل تمكن من الحصول على المعلومات الدقيقة حول مخاطر الكوارث في مراحلها المبكرة، حتى تتمكن من أخذ الاحتياطات اللازمة ووضع المخططات المناسبة وتوفير الوسائل الكفيلة للتصدي للكارثة والتقليل من وطأتها وآثارها على الأشخاص. وهذا ما تعمل عليه إدارة القطاع بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير هذا المنهج. وفي نفس المسعى تعكف إدارة الحماية المدنية على رقمنة مختلف مصالحها على المستوى المركزي والمحلي عن طريق تطوير وضع أرضيات وتطبيقات رقمية في التسيير الإداري والعملياتي. ولا يمكن أن تتم هذه العملية بدون أن ترافقها تحيين في المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بحيث قامت المديرية العامة للحماية المدنية خلال السنوات الأخيرة وبمساعدة السلطات الوصية بمراجعة مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجانب الوقائي والعملي والمهني والاجتماعي وكذا البيداغوجي لغرض مواكبة التطورات الحاصلة في الميدان. ومن أجل تقريب الإسعافات من المواطن عملت المديرية العامة على إنجاز الوحدات العملية لغرض تعميم التغطية العملية عبر بلدية القطر الوطني، بحيث بلغت نسبة التغطية أكثر من 85% مع تجهيز هذه الوحدات بالوسائل البشرية والمادية لغرض تأدية المهام المنوطة بها. كما ركزت كذلك ضمن استراتيجيتها لا سيما في ميدان إدارة الأخطار والكوارث على توعية المواطن وتحسيسه بمختلف الأخطار المحدقة به، محاولة بذلك غرس ثقافة وقائية من مختلف الأخطار. ولقد قامت بتنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة الجمعيات والمواطنين تحت شعار مسعف لكل عائلة، أين استطاعت تكوين أكثر من 170 ألف مسعف من رجال ونساء. السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتيار العمرانية، السيدات والسادة الحضور، إن حضوركم اليوم
هذا الجمع الكريم لمشاركة أسرة الحماية المدنية احتفالها بالعيد العالمي يدل على مدى اهتمام والحرص الكبير الذي توليه السلطات العليا للبلاد لهذا القطاع الحساس، وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية من خلال تدعيم القطاع بمختلف الوسائل البشرية والمادية والعمل على عصرنته وتطويره من أجل مواكبة التطورات العملية والتكنولوجية لمواجهة الأخطار والكوارث. هذا الدعم اللامتناهي قد أعطى ثماره، بحيث أصبح القطاع يحظى بمكانته على المصعيد الدولي والوطني نظير التجربة والاحترافية التي اكتسبها على مدار السنين من خلال تسييره لعدة أخطار وكوارث عرفتها بلادنا، وكذا من خلال مساهمته في إطار التضامن الدولي في عدة كوارث كالزلازل التي عرفتها بعض البلدان كالمكسيك، سلفادور، أرمينيا، مصر، إيران، نيبال، تركيا وسوريا وغيرها من الحوادث والكوارث الأخرى. سيد وزير الداخلية والجماعات المحلية، سيدات السادة الحضور، إن قطاعنا بنسائه ورجاله عازمون على رفع التحدي لمسايرة التحديات الراهنة ومواكبة الحركية والديناميكية التي تعرفها بلادنا، والمساهمة بصفة فعالة في تطوير الاقتصاد الوطني وبناء الجزائر الجديدة، كما عاهدنا الله وعاهدنا وطننا على أننا سنظل مجندين ومضحين بالنفس والنفيس من أجل ضمان السلام والأمن المواطن في ربع هذا الوطن المفدى. سيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيدات والسادة الحضور، أجدد لكم شكرنا على تلبية الدعوة. وفقنا الله جميعا لما فيه خير لهذا الوطن العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا، كلمة المدير العام. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر.